شكون بروكا بالصحه والعافيه وطول العمر. بارك الله عليكم، جيتوا اليوم ديتي فتوني. تبارك الله عليكم، الله يحفظكم للجميع، الله يرحم الوالدين، تكسروا هاد العواشر، الله يستركم. تبارك الله عليكم. استاذ عبد الحق العروسي، بغينا نعرفوا علاش بالضبط خصائص الموسيقى الجبليه. وهذا كامل اصلنا جدودنا، التراث نتاعنا الجبل خلق معنا التراث هذا. هذه المده تقريبا في الميدان؟ انا في الدومين تاعي في 76 الدراسة تاعي الموسيقى. السهرات كتنوع شوية؟ كنوع، كندير كلشي كاع. ندير الحفلة اللي غادير فيها الجبلي. ندير الشرقي، الشعبي، الراي، الجبلي. كورس. الأندلسي الملحون. حتى بتركيا كنغنيو. حتى بتركيا. والله العظيم كاين الأصدقاء فرونسي، أي حاجة كاين. مع الوقت. أما الجبلي كنديرو غير السهرات. دينها مباشره في الاذاعه والتلفزيون، اما الحفلات لا، في التلفزيون كدير اغنيه جبليه تاعك محدوده. اما العرس شحال من ساعه فيه كتضرب. خصك تنوع لهم اللي بغاو كتاديه، اللي بغاوها الجمهور. تعيش معاهم لومبيون. اللي بغى شي اللي يطلبوهم كتاديه لهم. كيطلب الرقاده، كيطلب الشرقي، كيطلب الراي، كيطلب الشعبي، الجبلي، كازاوي، العيوط كازاوا. ما فيك شي راه ما شاء الله وصل. احسن كاشي في شي عرس شديد. وهذا الشيء بلا حساب اخويا، هذاك الشيء غريب. طلع للشلوح. كيعجبهم النمط ديالنا، كيعجبوه الشلوح، ريفا كذلك، كازاوا. كنوع، كندير كلشي كاع، ماشي كندير غير الجبلي مباشره في التلفزيون. كنبعد المرحوم الحاج المرحوم محمد، دوز معنا 16 عام وانا معاه، وهي يما غادي بالرجوع. على فرق بلادي يبكي بالدموع. على فرق بلادي يبكي بالدموع، لا يما، للغربه هذه. دارت ضربت مزيان، ضربت. انا افرح فاسنيس، الاغاني الجبليين كلهم كيعجبوني، فيهم كلام زوين، فيهم الحنان. ماشي كلام من يسوق، الا كلام من هو المستوى. سمعوا انت وباك وماك وخوف متيا. هذا المجتمع. اغنيه تغنيها الواقع ليا ولك انت ولهذا. بصح بالحق الا يطلق في افريقيا دابا اليوم انت مو والو، غير حكمت عجبهم مشيتي عنده. تبغى الايقاع. مزيان عجبني كاع، تبغى الايقاع تاعهم. دابا حنا كنسمع شي ايقاع، شي اغاني كتبغى الايقاع. نخلط معهم كاع ندير. تقارب اصاحبي. جلس شغل السبت كل شي حاجه انت كتشوف بدا شي حاجه جبت داخل الاستوديو. راني مجد هذا دابا شحال وجدتي تقريبا هذه عام دابا شي سبع اغاني 7 و8 ما عندي لا مازال لما غتطلق مازال ما طلقت حاجه كاع مازال شي موقف
مازال ما فيها. عندك شي مقاطع تعطينا شي قطعه و... نحرق الفيلم لا والله يرضى عليك خلي نعاود الا طلقناها صافي الامور البقري الله يهديك صافي. واش غادي نديروا فيديو كليب ولا ان شاء الله ان شاء الله يا ربي داك كتب الله. كلشي نهار بدا شي ناشئ اغنيه دينيه اه شنو فيها تقدر ديرها علاش لا اللي فنان الموسيقي اللي يدير اي حاجه يديرها لان عازف كنغني راه كلشي موفر عندي حنا في الاستديو هادشي اللي كاين دائما كتسجل معايا بنت قد الكوران حنا خلقينا اللي كاين هادشي موروث عندنا من الجبل دابا كاين دابا حنا كاين فرق بين دابا بين حنا وطنجه الفرق بين العيوع ديالنا والعيط ديالنا مختلفين فهمتي ولا ديال طنجة شكل ودينا حنا شكل لا في العيطة ولا في العياء دابا حنا العيطة بحال بحال ديال من الحلم المقامات كتطلع فهمتي شفتي شي عيطة غادي يسري بواحد لا كتبدل المقامات هذه العيطة ما الغيط كيديرها مباشرة كيديرها حنا لا كنعزفها بالطريقة ديال بحال الأندلسي الملحون المقامات الرجل عندي نيا الرجل عندي نيا ويخرجني كل عشية هو بيدي ومشبر فيا ياك ماشي مشكات ماشي مغير ما يضربك الشيء ما يقول لك الشيء انت نري حوال عليه الرجل مسكن حل كيصبر انا الري والشور نعمل محابيت انا الري والشور نعمل محابيت احنا بين اخويا الجبل يعطي حقه الله يرضى عليك كيما يدار الخير موجود خص المسؤولين يعطيو حقنا الله يخليك تلقانا هي قنا بغينا احنا عندنا شغلنا عندنا رزقنا عندي كتاب هو فيه شحال اغاني في ديل شي مستوى شي رائع ولكن حقنا ما كاينش كان صعيب الامور في السيديو تبان دابا لا امور سهله دابا حاليا شحال ديال لا كلمات والحان وتسجيل واستديو وتبحث كنبقاو شهر ديسك تخرج دابا لا دابا قطاع جوج دقائق دوسي شنو حنا لا حنا كنشدو جروب كامل الجروب الايقاع العزف كلشي شاد بلاصتو ميزان حي دابا لا دخل الاستديو بوطاريس غني دي لاباري وانت فنان عنده اغنيه وقلت انا فنان انا عندي 370 اغنيه هي وهذا باش امر عندهم هما توصل راه عندهم ملف راه دفعوه هذا غير نسخه بقت عندي نسخه دابا حنا مازال ما عرفنا والو ما شديناش ما علموناش شنو كاين مازال ما عرفش شنو كاين دابا حاليا انتاج كتنتج راسك الراس الراس ديولي الحان ديولي عزم ديولي دابا خصنا غير تهلاو فينا حنا موجودين مازال نعطيوه خصنا يدو مساعده عندي خبيه عندي عمرها ولكن اللي ما ندفع انا حابس دابا ما كاين خدمه لا والو شكون رحمك حتى واحد ما رحمك يقول لي شنو غندير الخير موجود ولكن اللي ما غتطلق لمن انت انت حس انت عايش معذب بالنسبه لي انا ما انا كبير على هادشي انا وقتي مع الناس اليوم تقدم تاعي مولاد لي وقتهم هذا وقتهم لا وكاين حتى تسجيل هذا كيبغي كيبغي هادشي كيبغي الجبلي لا مزيان لا مزيان كل وقت وقته انا كيطلبوا لي شحال مره في الحفلات كندير جلابه بواحد الجلابه بوحدي كنطيح الجبالي ونحيدها ونبدا امور اخرى كتحيد كندير جلابه كنطريح الجبالي من اجل حفله كل حفله كبيره كنحيدها كندخل عاود ندير كوبو ديال الاغلبيه كيطلبوها غير ديكور هما كيطلبوا غير ديك انت ديك الجلابه تورات توراتي انت جيب لي ديك اللعيبه عطيها ديك بحال الشلوح اللمسه ديال اللمسه ديال اي اش اللي كاين كيطلبوا لنا الناس ماشي واش كاين خلال التراث الفن الجبلي كتطلب هادشي حتى في اوروبا حتى على برا كيطلبوها باش تبعوا الجبلي ديك اللبسه يعني ديك لوشارم اي كيعطيك واحد لان راك جبلي راك جبالي طلبوا الله يشجعوني وان شاء الله يرفع لنا الوباء وانا معاهم الخير موجود ارى ما عندك يا هوا شوف خلاص بالسمان الحمد لله عندي جمهور تبارك الله عندي على برا ودخل الوطن اللهم لك الحمد غادي بالستارتر كما قال الانسان الخبيه اخوات دوك كنضرب ديال الخبيه كتقول لي بعد مني فين غادي تقلب اش غدير اش غنديروا اللهم لك الحمد مدام النجوميه ديال الله وما عندك شي مشروع ديالك اللي كتدخل عندي واحد البركه الحمد لله باش كتعاونوا مع الزمن
صرف الضو والماء ومسائل المصاريف ديال الدراري، الدراري كبرت وكل اربع دلو عندي اربع دراري هما قارين وجالسين اربع الاولاد وحنا عندو الباك الباك والصغار عندو كثر من الفلافاك هما دابا جالسين بلا قرايه بلا خدمه بالهم شنو غندير يلا انا كونتهم الموسيقى كونتهم الموسيقى كبرتهم قريتهم دابا هما قراو وجالسين شنو غندير يلا مازال انا كنصرف عليهم يمكن غندير يلا مازال كنصرف عليهم الله يوفقهم في هادشي فيه شنو الكلمه الاخيره اللي تقدر تقول ونطلبوا الله يهدي الجامع الله يهدينا ويهدي الجامع نطلبوا الله يزال الوباء واشكم بركه بالصحه والعافيه كل عام انتم بخير يلا لبلادي طنجه يا عروسه الشمال مشهوره في البلدان معروفه بالرجال مشهوره في البلدان معروفه بالرجال يا ولا بلادي طنجة لا البحر مبنية سيدي حسين الوالي سيدي بوعرقية سيدي حسين الوالي سيدي بوعرقية شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.